حصاد المقاومة دمار. المقاومة الشعبية تستهدف منزل وكيل المحافظة محمد عبد الرزاق المقرب من ميليشيا الحوثي بعبوة ناسفة. قتل قيادي من ميليشيات الحوثي في عملية نفذتها المقاومة الشعبية في إقليم أزال بمحافظة دمار. وذكر المكتب الإعلامي للمقاومة في إقليم أزال أن أبطال مقاومة أزال أطلقوا الرصاص على القيادي في جماعة الحوثي صدام جعفر بجبل الشرق أنس بمحافظة دمار عصر يوم أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتله على الفور. تعز معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في شارع الأربعين وفي حي الجمهوري، وقصف متواصل تشنه الميليشيا على الأحياء المأهولة بالسكان. البيضاء رجال المقاومة يكسرون الحملة العسكرية الرابعة للميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الزوب بقيفة رداع، ويقتلون عددا كبيرا من الميليشيا وإحراق طقم ومدرعات عسكرية، ويدحرون البقية على أعقابهم. أبيان رجال المقاومة يهاجمون مواقع للحوثيين وصالح قرب مدينة لودر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإعطاب آليات عسكرية لهم. رجال المقاومة يهاجمون طقم لميليشيا الحوثي والمخلوع ويقتلون جميع أفراده بمديرية لودر. لحج مصرع 10 من ميليشيا الحوثي بمواجهات مع المقاومة في النخيلة. مارب المقاومة الشعبية تشن هجوما على تبة المصارية بمنطقة الجفينة غرب مارب، والذي يعد موقعا استراتيجيا كونه مطل على طرق إمدادات ميليشيا الحوثي والمخلوع. الضالع اندلعت معارك عنيفة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع ورجال المقاومة الشعبية في عدة جبهات بمحافظة الضالع يوم أمس الثلاثاء، وتمكنت المقاومة من تطهير منطقة لكمة صلاح وحبيل الثعالب، وكبدت ميليشيا الحوثي والمخلوع خسائر مادية وبشرية كبيرة وتدمير دبابتين ومدرعة. وقال شهود عيان إن أكثر من 40 قتيلا من ميليشيا الحوثي والمخلوع و65 جريحا سقطوا في هذه المواجهات في جبهات القتال في محور لكمة صلاح والرباط ومحور لكمة الشعوب والعقلة وحبيل الثعالب.